يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعض أقوال الأنبياء والمرسلين وهم يخاطبون قومهم أو يناجون ربهم سبحانه. السؤال: هل ورد كلامهم بهذا اللفظ نصا الذي نقرأه في القرآن، أم أن الله ترجم لنا كلامه؟ يعني ما تصدق الله فيما نقله؟ إيش هالكلام؟ الله نقل كلامه بحروفه، أما أن تقول بمعناه مش يدريك منه معناه. نعم، يقول ما يسأل مثل هذا السؤال. نعم.